يلا اساتذه كله في مكانه. لو كان البصر بلا سمع والسمع بلا لمس واللمس بلا شم فلا لم يكن لنفسك الا ادنى جزء من الحس. لقد وقعنا في الفخ. لقد وقعنا في الفخ. هدي ماسكها ليه؟ لقد وقعنا في الفخ. لقد وقعنا ايه؟ لقد وقعنا في الفخ. لقد هتخش امتى؟ هتخش دلوقتي يا استاذ، دي دخلتك. ازيك يا سيد العظيم؟ طب عايز اروح الحمام. حمام ايه دلوقتي؟ يلا يا استاذ. لقد وقعنا في الوخ. لقد تشحمنا في الشحم. لقد تلسوعنا في الفخ. لقد وقعنا في الفخ. رجعنا في الحج في المعنى. قد وقعنا في الفخ. وقعنا في الفخ. لقد وقعنا في الفخ يا باشا. ايه؟ لقد وقعنا في الفخ. ايوه حسن، لقد وقعنا في الفخ يا باشا. طب خد بقى هاملت اهو معاك، قول له انت. هو بقول لك